فأحد الأشياء اللي بدنا نحسبها هون هي السيرفس أريا. ليش بتهمني السيرفس أريا؟ نعم هي دايمنشنز، بس ليش أنا بحسب السيرفس أريا؟ مساحة السطح. شو بهمني مساحة السطح في هذا المنزل؟ إيش عم بيصير من خلال مساحة السطح؟ تمام، صحيح. لو بدك تعبر عنها بشكل ادق، ايش بنقول؟ ليش مهمه المساحه الخارجيه؟ هي الاكسشينج بيصير عن طريق يعني الانتقال، درجه الحراره من الداخل الى الخارج راح يصير عبر المساحه هاي. لاحظوا احنا في مساحه راح نحملها، الارض الارضيه راح احملها، راح افترض ان الارضيه ما راح يصير فيها انتقال حراره، هذا مش دقيق كثير. فاحنا هون الاسامبشن راح يكون، الاسامبشن راح نفترض، خلينا نحط الاسامبشن هون وامحي هاي. إذا أحد الأسامبشنز راح ناخذها بعين الاعتبار، هيت ويل، الكلمة اللي بنستعملها ترانسفير، راح نحط كلمة هون سيرفيس أريا. كل ما بدي ازيد انتقال الحراره شو بحاول اعمل بمساحه السطح؟ بزيده. ولذلك اذا بتطلعوا هاي الراديتر مبين عندكم هناك، ما فيش عندي انا، بس اذا بتطلعوا هاي الراديتر شو بتلاحظوا على الراديتر عم نحاول نعمل فيه؟ شكله وتصميمه. شو الهدف من تصميمه هيك؟ بتزيد المساحه، بزيد مساحه السطح. لاحظوا الراديتر كان ممكن يكون زي مستطيل بس ماده، لكن هون عملنا فيه فراغات كثير حتى تزيد مساحة السطح، حتى يتحسن انتقال الحرارة. هون أنا ما بدي يتحسن انتقال الحرارة، بدي يخف انتقال الحرارة، فأنا عندي بس هذا السطح. قديش مساحة السطح اللي بده تنتقل عبره الحرارة؟ كيف بدي أحسبه؟ نعم. 2 في L في W. ممتاز. إذا أول شيء رح نبدأ L في H. في H تعطيني هذا السطح، مظبوط؟ وفي واحد زيه ورا، مش هيك؟ تمام؟ إذا في عندي مستطيل هون L في H في 2، كمان W في H 2، W في H كمان في 2، مش هيك؟ و P في L 2، P ممتاز، في L في 2، شو بضل عندي؟ المثلث الصغير هذا والمثلث الصغير هذا. ما حسبنا الأرضية هاي اللي هي W في L، أوكي؟ فإحنا هون بسطنا الامور واعتبرنا ان الارضيه هاي ما بنتقل لها حراره، الانتقال للحراره تبعها صعب، اوكي تمام؟ اذا هون مساحه السطح بتساوي بالحاله هاي بي في ال في 2 زائد 2 ال دبليو زائد 2 دبليو اتش زائد 2 تراينجلز اللي فوق، مظبوط؟ تأكد منها، نعم تفضل. ليش ما اخذناش المساحه الداخليه؟ اي مساحه داخليه؟ هاي مثلا المثلث المستطيل. لا من الداخل. نفسها، ما هي من الداخل ومن الخارج نفسها. مساحه السطح، احنا بنتكلم مش الفوليوم. انت يمكن تحكي عن الفوليوم مش هيك؟ الحجم. تقريبا. الحجم هلا بنيجي على الحجم بنشوف وين هذا. ايش الحجم تبع هاي؟ الحجم مختلف. في عرض في ارتفاع. بده يكون L في W في H بتعطيك متوازي المستطيلات هذا اللي هون. وبعدين بدك تحسب هذا المخروط مش هيك؟ بريزم بده يكون اللي هو مساحة المثلث مضروبة في L. هلا بنشوف وين بنحتاج الفوليوم. بس هلا أنا عشان الانتقال، يعني احنا بنحكي إذا عندي بده يصير انتقال من هاي المنطقة للحرارة لهاي المنطقة للحرارة. هذا السطح اللي بهمني، مظبوط؟ لأنه هذا السطح اللي هاي المنطقة للحرارة عم تنتقل عبرها لهاي المنطقة للحرارة، تمام؟ كمان راح يزيد انتقال الحرارة من الداخل للخارج كل ما زاد الفرق بين ايش وايش؟ بين الحرارة الخارجية والحرارة. تمام. إذا هيت هيت ترانسفير ويل بي faster if عندي theta inside minus theta outside. كل ما كان هذا أكبر، مش هيك؟ كل ما زاد الفرق بدرجة الحرارة ما بين الداخل والخارج بزيد انتقال أو سرعة انتقال الحرارة
من الداخل للخارج. إذا بهمني أعرف درجة الحرارة الداخلية ودرجة الحرارة الخارجية. كمان إيش في أشياء assumptions مهمة لازم نأخذها بالاعتبار؟ إيش أهمية الفوليوم؟ أيوة سامع. عشان تشوف قديش بدك هيتر جوا عشان ندفي المكان. ممتاز. إيش الإشي اللي عم بدفيه أنا جوا على فكرة؟ الهواء. الهواء أحسنت. مين حكى الهواء؟ مين حكى الهواء؟ أنت؟ ممتاز. أوكي. إذا إحنا الموديل تبعنا الآن بنقول أنا هذا أنا أهملت الفيرنتشر وهذا حجم الفيرنتشر بالنسبة للهواء مهمل. أوكي؟ حجم الفيرنتشر الداخلية اللي موجودة في داخل هذا المنزل مهمل. لو تطلع هاي الغرفة معظمها هواء. اوكي هدول الطاولات والهاي لو احسب حجمهم وهذا مهمل بالنسبه للهواء، فانا اللي برفع درجه حرارته هو الهواء. اذا خلينا نحط كمان هاي النقطه وي ار هيتينج. انت لما تدخل منزل او تدخل مكان وتقول هذا المكان بارد او هذا المكان دافع، عن ايش بتحكي؟ عن حراره مين؟ حراره الهواء. اذا وي ار هيتينج، حتى لما نقيس الامبيانت تمبرتشر برضه نقيس حراره الهواء. بالضبط. هلا في اختلافات بسيطة برا بتكون إذا في ريح ولا ما في ريح، راح تعطيك قراءة مختلفة شوي. أوكي، وهذه اسمها chill effect، مهمة في الـ في الـ في الطقس، في قياسات الطقس والهاي. لكن إحنا فعلياً عم نقيس، إذا افترضنا إنه الهواء ساكن وعم بحط أنا هون بقيس درجة حرارة الداخلية، عم بقيس درجة حرارة the air inside the house. إذا عشان هيك لأنه إحنا بنقيس درجة حرارة الهواء، إيش مهم إني أعرف أو أحسب؟ الفوليوم، مش هيك؟ الفوليوم. إذن إيش قلنا الفوليوم of air؟ الفورمولا تبعته الفوليوم of air بتساوي L W H، مش هيك؟ هذا معطيني المتوازي المستطيلات اللي هون، ما راح اقول مكعب لانه مش مكعب، اوكي؟ متوازي المستطيلات زائد المنشور هذا اللي هون، مش هيك؟ بالانجليزي بريزم. اذا هذا بيساوي اللي هو بي، مش بي عفوا، الاريا تبعت التراينجل الاريا تبعت التراينجل مضروبه في ال، مش هيك؟ واللي هي الترينجل هذا شو مساحته؟ شو مساحة المثلث؟ نص دبليو. القاعدة تبعته دبليو في الارتفاع، هذا اللي أنا بعرفوش لسه، هلا بنحسبه، مش هيك؟ هذا بعطيك مساحة المثلث، بضربها في الطول المنشور هذا، طول المنشور اللي هي ال، هذه بتعطيني الفوليوم اوف ذا اير انسايد. خلينا ناخذ نقطة أخيرة، في شيء لازم آخذه بالنسبة لمساحة السطح، في شيء لازم أميز مساحة سطح من مساحة سطح آخر. هلا لما حسبت مساحة السطح هذا كان لمين؟ للبيت. للبيت، بس ايش شملت فيه داخله كمان؟ هل كان كله هذا الحجر او البريك؟ ويندوز كينشيب، ويندوز دور. ويندوز، تمام تمام. ليش لازم اميز بين هذول الاثنين؟ شنو الماتيريال مختلف؟ الماتيريال مختلفة، والانتقال الحرارة راح يكون مختلف. يمكن هذول الشبابيك الأربعة يكون انتقال الحرارة فيهم قد انتقال الحرارة في بقية الحائط اللي هون. من ايش مبني هذا الحائط؟ من شكل هذا المنزل. هذا واضح انه مش منزل، احنا في بلادنا ما بنبنيش عادة هيك. مش حجر، من ايش مبني هذا بتعرفوا؟ خشب، وفي انسليشن بيناتهم. في خشب، هذا في امريكا، شمال امريكا، بس في اوروبا عادة من هذا من ايش ببنوا الحائط؟ طوب احمر، احسنت، ريد بريك. ببنوا ريد بريك، بكون في ريد بريك هون وفراغ بينهم وريد بريك تاني، وهذا كافيتي بسموه، هذا فراغ بينهم. مرات هذا الفراغ بيعبوه بمادة عازلة زي بوليستيرين، ومرات بتركوه فاضي بس هوا بينهم، فبكون عندي تو بريك وولز. البريك عارفين شو البريك؟ الحجر الأحمر، الطوب الأحمر الصغير تقريبا هيك حجمه بكون. فهون أنا لازم أميز بين مساحتين. إذا شو المساحة الثانية لازم أحسبها وأطرحها من المساحة الأصلية؟ سمك الحيط. مساحة الشبابيك، سمك الحيط بنيجي هلا، بنيجي بعدين، بس أنا هون بس عمالي بطلع على الأريا. فهون تبعا لهاي الأريا اللي هون واحد، خمسة راح تكون إنه لازم ناخذ بعين الاعتبار الويندوز. راح تكون مساحة الويندوز، راح احطها هون area of windows، بده يكون عددها عدد الويندوز،
مضروبه، كل شباك ايش له؟ طوله عرض. طوله عرض. هون عرض او ارتفاع، عرض وارتفاع، اوكي؟ راح يكون عندي هون مثلا ويدث مضروب في هايت لهذا الشباك في عدد الشبابيك، هذا راح يعطينا شد لارتفاع النص من المساحه الخارجيه. بدنا نطرحه. بصير في عنا انتقال للحرارة عن طريقين، ايش هم الطريقين اللي بتنتقل الحرارة فيهم؟ يا الحيط يا الشباك. هل هدول ان سيريز ولا ان بارلل؟ الحرارة، هل الحرارة راح تمر في الحيط بعدين تمر في الويندو ولا بتمر في الحيط او بتمر في الويندو؟ اذا ايش بقول عنهم؟ بارلل. ممتاز.